طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يتجدد معكم من برنامج استوديو رمضان، والذي ألتقيكم فيه أنا مختار الفقيه مع زميل محمد الطبياني، ونسلط الضوء في فقرتين رئيسيتين. نواكب الأحداث السياسية والمسردات على الساحة الوطنية في فقرة استوديو الأحداث، ونلتقي بأبرز وألمع نجوم الفن والدراما اليمنية في فقرة استوديو النجوم. إلى فقرتنا الأولى وإلى استوديو الأحداث. في فقرة استوديو الأحداث مشاهدين الكرام، نسلط الضوء على مستجدات الأحداث السياسية ونناقشها سويا مع ذوي الخبرة والاختصاص، ولكن كما هو معتاد مشاهدينا نبدأ بأهم وأبرز ما رصدناه من أخبار. في الخبر الأول، ميليشيا الحوثي تهدد من يتحدث عن انتشار وباء كورونا في صنعاء بالسجن 3 سنوات، وتقوم باحتجاز هواتف أطباء مستشفى الثورة لمنع تصوير حالات كورونا في المستشفى. سياسي سعودي: من يحرك الانتقال في الجنوب هو من يحرك الحوثي في الشمال. وفي الخبر التالي، وزير الخارجية محمد الحضرمي على المجلس الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض، وإلا فسيتحمل المسؤولية على استمرار تمرده. عدن مدينة موبوءة، والصحة العالمية تحذر الحوثيين من التستر على الإصابات بكورونا. ميليشيا المجلس الانتقالي تنتشر بشكل مكثف في عدن وتنصب حواجز تفتيش جديدة. كانت هذه مجموعة من الأخبار التي مهدت لموضوع حلقة هذه الليلة من برنامج استوديو رمضان، وبالتحديد فقرة استوديو الأحداث، والتي عنونا لها مشاهدين الأعزاء بعدن مدينة موبوءة بالأمراض وبميليشيات الانتقال. سعدنا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا عبر سكايب الشيخ علي عبد الباقي المسلماني، نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي. شيخ علي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم وعلى الجميع، مسي عليكم بالخير، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وشهر كريم وخواتم مباركة، وأنت بصحة وعافية علينا وعليك. نبدأ بمتابعة هذا التقرير ومن ثم نقاشنا. عدن مدينة موبوءة منذ سنين، نقطة تلتقي عندها كتابات اليمنيين، فالمدينة التي انتفض أبناؤها في وجه ميليشيا الكهوف متطهرين من رجس العبودية لغير الله، رافضين أن يكون في اليمن سيد وعبيد. هذه المدينة الحرة لم يلبث وباء الملشنة أن عاود الهجوم عليها بعنوان مختلف، ليجد الأحرار الذين تصدوا للميليشيا أنفسهم مرغمين على مغادرة المدينة التي حرروها، فيما كان نصيب آخرين منهم رصاصات غادرة غادروا على إثرها الحياة، ليبقى دمهم المسفوك لعنة تطارد القاتل وداعميه. وباء الملشنة الذي أنهك مدينة الجمال والسلام لم يلبث أن انضم إليه وباء آخر سريع الانتشار، وباء كورونا، الوباء الذي تتصاعد التحذيرات من تصاعد أعداد الوفيات بسببه، في ظل انشغال الميليشيا بتحقيق مخطط الداعمين دون مبالاة بحياة الملايين. واقع كارثي معقد أعلنت معه شرعية مدينة عدن مدينة موبوءة، وناشدت المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة، مشددة على أن الوضع في عدن يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء، داعية لتصحيح الوضع حتى تستطيع المؤسسات المعنية القيام بمهامها.
الإشارة لوجوب الإسراع بتصحيح الوضع في عدن إنقاذا لسكانها إشارة تكررت مؤخرا لا على لسان الشرعية فقط بل على ألسنة كثيرين، وفي مقدمتهم السعوديون كتبوا أن عدم الإسراع بمعالجة الأوضاع في عدن يصب في صالح المشروع الإيراني ويستهدف السعودية بدرجة أكبر من استهداف اليمن ذاته. يستحق الإنسان في عدن إذن إنقاذا عاجلا ينحاز للإنسانية في مواجهة وباء الملشنة وكورونا معا. فهل تجد عدن هذا الإنقاذ العاجل أم تستمر المهاترات حتى تذهب الأمور نحو نقطة لا عودة في بلد بداية العلاج فيه عودة الدولة؟ نكرر الترحيب بالشيخ علي عبد الباقي المسلماني نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم جميعا. أمام ما تعانيه عدن، باتت عدن ليست موبوءة بالأوبئة ولكن بالميليشيا والتمرد، ما تداعيات كل ذلك على عدن؟ صحيح، أجدد يعني وأكرر أن أمسي عليكم بالخير في الداخل والخارج. حقيقة كنت أتمنى أن يكون هذا اللقاء وهذا الاتصال بشعبنا يعني في اليمن بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص وأهلنا في عدن، أن يكون أننا نتكلم اليوم ونهنئهم بهذا الشهر الفضيل ونهنئهم بقدوم العيد الفطر المبارك. وحقيقة نحن نتعايش أو نعايش ما يتمر بها عدن وأهل عدن من كارثتين، يعني كارثة طبيعية وكارثة سياسية. نحن الكارثة الطبيعية، وقد نقول الكوارث الطبيعية بحاجة منا إلى الاحترازات وبحاجة منا إلى مواجهتها بقدر الإمكانيات المتاحة، سواء لنا كدولة للدولة أو سواء لنا كمواطنين أو كل شخص ممكن يساهم في مثل هذا الوباء اللي حاصل، اللي هو يعني لا شك أنه وباء عالمي. لكن نحن المشكلة التي موجودة الآن والتي نحن فيها كيمنيين، مش في الجنوب وبس، لكن عندنا المشكلة السياسية، ونحن عدونا في هذا وذاك هو التخلف. التخلف هو سبب رئيسي فيما يمر به اليمن من كوارث طبيعية. يا عزيزي، إذا كنا في اليمن الآن ندخل في مواحكات سياسية وهي على حساب المواطن اليمني، على حساب الفرد اليمني، على حساب مجتمع، على حساب وطن، وفوق هذا الكلام كله نتسابق في المواحكات التي لا تجدي نفعا. نحن مشكلتنا هو يعني فوق الفقر والعوز هو التخلف، والتخلف هذه نتائجه. يعني مشكلتنا مشكله الان، مشكلتنا مع ميليشيات يعني تطالب بحقوق لا تتكلم عن حقوق شعب قدر ما هي تتكلم عن مجرد يعني اماكن او مواقع، يعني انها تريد انها تكون موجوده في هذا في في في, في هذا الخانة التي حددت نفسها. لكن من هو المتضرر الاول والاخير؟ المتضرر الاول والاخير هو المواطن. المتضرر الاول والاخير هم ابناء عدن. يعني نحن شيخ عبد الباقي، شيخ علي عبد الباقي، نتابع العديد من المقاطع التي تصل من عدن لعشرات الوفيات كل يوم. يعني اليوم عدن كما اعلنت لجنه الطوارئ مدينه موبوءه بالامراض وعدد الوفيات في ازدياد، كيف يمكن السيطره على الوضع؟ ما يمكن السيطرة على الوضع في ظل يعني ميليشيات متواجدة في صنعاء وميليشيات متواجدة في عدن، العاصمتين موبوءة بوباء الميليشيات. يعني هذه الميليشيات تعتقد أنه الإفصاح ومحاربة كورونا أو الوقوف أمام كورونا بالتطلبات الرئيسية يعتبروها هذا الأمور تعرضهم إلى 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 النقد المباشر من الشعب، وهذه هي مشكلة التخلف. هذا التفكير الرجعي يجعل من الـ من الـ من الـ من الـ من الميليشيات انها تعتبر انه وكأن هذا الوباء اللي موجود الان كأنه يعني مرسل لهم من خصومهم، وبالتالي هم الان يعاندوا ويحاولوا يساوموا في هذا الجانب ويخفوا الحقائق. اخفاء الحقائق، لا يعلمون اخفاء الحقائق معناته تفشي المرض، وبالتالي المرض ليس سياسي، المرض لا يرحم، هذا مرض يعني خطير جدا للغايه جدا. يعني اذا 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 إذا عرف مواطن واحد في أي دولة من الدول المتقدمة يعني عرف يعني أعلنوا عنه في الأماكن هذه وحاولوا أن يعملوا حصر لهذا الوباء. إحنا عندنا لا تتكلم أنه موجود يعني مثلا في صنعاء أنه مثلا فيها كورونا،
لماذا حتى لا يقولوا الآخرين أننا يعني مثلا غير دولة قادرة على أنها تعالج الآخرين ومن هذا الوباء؟ هذه مشكلة، مشكلتنا في التخلف هذا. لو جينا اليوم ونشوف أو نحصر الوفيات اللي موجودة في عدن، في عدن عندنا مشكلتين، مشكلة في أبيان سياسية، وعندنا مشكلة يعني مشكلة التمرد اللي حاصل الآن على 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 الدولة. الدولة عندما تحصل يعني للأسف التمرد هذا جاء في وقت حتى من الناحية الإنسانية مع الأسف التمرد هذا لا ما خدم العدنيين، ما خدم المواطن في لا في صنعاء ولا في عدن. التمرد معناته عدم إعطاء الدولة الفرصة أن تقوم بواجبها التي مناط بها. يعني أنت هذه تعتبر المشكلة يعني تعتبر حتى المنظمات التي تتعامل مع الدولة عجزت الآن، كيف يقدروا أنهم يعملوا في جو يسمح لهم؟ يا عزيزي تم منع فرق كانت من طرف الدولة الشرعية وحاولوا مضايقتهم بل عملوا لهم مشكلة حتى لا يقوموا بعملهم المناطبهم. هذا هي المشكلة. شيخ علي عبد الباقي المسلمني، أنت تعتبر أن الميليشيا وباء أكثر خطورة من أي وباء ومن أي مرض؟ لا، هو شوف الوباء الميليشيات هو وباء يعني يخلف لنا أوبئة يعني، وبالتالي بتتعدد الأوبئة بفضل ويرجع الفضل في هذا وذاك. إن سمينا هذه الكلمة أو إن كانها مجاز يعني نقول الفضل، يرجع للميليشيات. الميليشيات هي وباء حقيقي سيفرخ لنا فوق الأمية وفوق الجهل الموجود والأمراض الطبيعية أو الكارثة اللي موجودة الآن، سيفرخ لنا أمراض كثيرة. على فكرة في عدن عندنا أكثر من 4 حالات، يعني أقصد أنا حالات في 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 التسميه حق الوباء أمراض. عندنا كورونا وعندنا يعني في أسماء كذا قد لا أفهمها، ولكن 4 أشياء. طيب كيف نقدر نواجهها إذا لم نكن الآن يعني تركنا، لو فرضنا أن إحنا على وئام حتى سياسيا وعدن مستقرة وطبيعية كما هو الحال في مناطق محررة الشرعية مؤسسة الدولة، كان كلنا جميعا الآن نتكلم ونطالب من الدولة أن تقوم بمهامها، كان كنا ننتقد الدولة وننتقد النظام. لكن الآن لا، يعني لا دولة قادرة أنها تعمل شيء، سواء كانت هذه الدولة قادرة أو لم تكن قادرة، الآن عندها عذر. ولا الميليشيا تستطيع أن تتحمل المسؤولية، ما سمحتوا لنا، ما في فرصة يعني. نعم. وبالتالي نحن كمكونات جنوبية أقدر أقول لك وأكرر، نحن نعيش في أسوأ ما يمكن أن يكون من في الحالات، حالات يعني في صراع. الصراع هذا يعني أحرمنا أنه نشارك في 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 خدمة شعبنا بأي صورة من الصور. يا عزيزي عدن مرت بكارثة، أولها كانت بداية نقص الخدمات، وهذا يعاني منها عدن من 5 سنوات منذ أن تحررت المدينة إلى اليوم، وهي ترزح يعني في تجاذبات سياسية وميليشيات يعني عصفت بعدن وأهل عدن. الأمر الآخر فوق الأمراض وفوق المشكلة الاقتصادية اللي حاصلة، حصلت كوارث طبيعية في السيول والأمطار، وهذه اجتاحت عدن. وفي نفس الوقت قامت الميليشيات على أساس أنها تكبح جماح التعبير السلمي اللي كانوا بيتكلموا، اللي طلعت الجماهير تتكلم عنه، والطالب حتى شوف المواطن العدني مواطن يختلف عن أي مواطن في الجمهورية اليمنية. المواطن العدني عنده شيء من الثقافة والفهم والمدنية، نزلت المواطنين عشان يعبروا عن رأيهم ويطلبوا حتى المنظمات الدولية. نعم. يعني هم يعرفوا أن في إنسانية تجمع الناس في 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 قالب واحد، وبالتالي عندما يطلع المواطن يعبر يعني عن هذا وهذاك ويعرفوا منهم يخاطبوا، لأنه حالة طوارئ يعني الطوارئ. نحن أيضا وعدنا للمقاطعة شيخ علي، طلعت لنا كورونا، وضعنا استطلاعا للرأي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك على صفحة القناة، وسألنا من يتحمل مسؤولية الأوضاع الكارثية التي تعيشها عدن في ظل تفشي الأوبئة وضعف الخدمات الطبية، هل الحكومة أم ميليشيا الانتقالي؟ كانت التصويت كان ربما متقارب نوعا ما، صوت أن ميليشيا الانتقالي تتحمل المسؤولية التي آلت إليه الأوضاع في عدن، صوت لهذا الخيار 54%، 46 يقولون الحكومة تتحمل المسؤولية. ربما يعني كيف تنظر إلى التصويت وإلى النسب؟
لا انا اشوف، انا اقدر اقول لك انه حتى نتكلم يعني بمنطق، يعني نحن في فرق بين المناكفات السياسيه وفي فرق بين انك تتكلم بمنطق. ونحن الان اللي يجبرنا ان نتكلم بمنطقيه اكثر، ان الوضع اللي موجود الان والكارثي في عدن يجبرنا ان نتكلم بكل شفافيه وواقعيه، حتى على اساس ان احنا نحاول قدر الامكان اذا كان في علاج لهذه المشكله. الحكومة الشرعية لا مناص لها، يعني مش مسؤولة من اليوم، بل هي مسؤولة منذ 5 سنوات أمام المواطن اليمني، مسؤولة ولنا ملاحظات على هذا وذاك، ولا شك أنه في تقصير. لكن عندما تسمح الحكومة أن تتمادى في 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 ظل تشكيل ميليشيات يتم تشكيلها بأوقات متفرقة، وتنشئ هذه الميليشيات على علم وعلى دراية وتحت المجهر الحكومة الشرعية، وتتمادى في معالجة هذا الأمر، فالحكومة الشرعية تعتبر هي المسؤولة. أنا بعتبر أنه 100% هي المسؤولة عن هذا الأمور، بالنسبة للعصابات، بالنسبة للميليشيات، بالنسبة لدي هؤلاء لا ينفع ولا يجدي معهم يتحملهم مسؤولية. نعم. أمام من؟ لابد من دولة. مسؤولية ضمير الإنساني، هذه واحدة لا عندهم في هذا الجانب ولا يعرفوا في هذا الأمور شيء. هو يهمهم أنهم يحكموا بطريقة التي يروها، يريدهم أن يحاصروا. طيب أن يحاصروا كيف الناس، شيخ علي، كيف تبرر الميليشيات من تحمل المسؤولية؟ الأغراض الشخصية. شيخ علي، كيف تبرر الميليشيات من تحمل المسؤولية وقد أخذت السلطة بالقوة ونهبت موارد الدولة؟ من إلى من يتوجه المواطن باللوم في عدن على الأقل بصورة مباشرة؟ المواطن، أنا بقول لك من يتوجه باللوم عليه. أنا مواطن لن ألوم غير الدولة الشرعية التي هي حكومتي، ومن حقي أن أحاكم الحكومة. لا تجيش، لا تحدث، أنا لا أريد الحكومة تجي ترمي لي مشكلة أحلها. أنا أريد الحكومة تستقبل مشكلتي كمواطن علشان تحل مشكلتي. ما يمكن ولا قد حصل في أي دولة أن الدولة تشكي او الحكومه تحط مشكلتها على المواطن، حلوا لي مشكلتي. اذا تريدون يخدمكم افتحوا لي الطريق حتى اجي واعمل يعني الحل من وجهه نظرك ان يتم دحر الميليشيات من عدن. هذه امور كلها يجب علينا نكون واقعيين فيها، وكل ما كنا يعني كل ما كنا في هذا الجانب نحاول ان احنا نغالط، فنحن نغالط انفسنا ونغالط شعبنا. يا عزيزي، نحن بحاجه الى حكومه تدير الازمه. عندنا أزمتين، أزمة طبيعية في الكوارث هذه اللي حاصلة، وعندنا الأزمة السياسية. يا جماعة الخير، خلونا نخسر واحدة من الاثنتين، يا نخسر السياسية ونحاول كيف نعين شعبنا على هذه الكوارث الطبيعية، يا يتفشى فينا المرض ويأخذ البيئة ونموت كلنا، وبموت هذا الشعب تنتهي الكوارث السياسية. نعم، نحن يعني أنا أتكلم وأنا أيضا أقول لي ألم وحسرة بأمانة. أيضا شيخ علي، وضعنا استطلاعا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على صفحة قناة سهيل، وسألنا المتابعين ما هو الأكثر خطرا على عدن واستقرارها وسلامة المواطنين فيها، هل الأوبئة أم ميليشيا الانتقالي، أم الأوبئة والانتقالي، أم غياب الدولة ومؤسساتها؟ صوت للخيار أن الأكثر خطرا على عدن الأوبئة، صوت لهذا الخيار 6.8، أما ميليشيا الانتقالي فقد صوت لهذا الخيار، أن الأكثر خطر على عدن ميليشيا الانتقالي، صوت لهذا الخيار 31.6%، أما الأوبئة والانتقالي صوت لهذا الخيار 29.9، غياب الدولة ومؤسساتها صوت لهذا الخيار 31.7. أنت شيخ علي عبد الباقي المسلماني، ما رأيك، ما هو الأخطر على عدن، غياب الدولة أم تفشي الأوبئة أم وجود الميليشيات؟ اشوف يعني هو انا ما اعتبرها المقياس الحقيقي في هذا الجانب، مثل هذا الامور هي لا تكون مقياس حقيقي، لكن نتكلم بمنطقه واقعيه. نحن بوجود الدوله انا اعتقد ستختفي كل السلبيات، بوجود الدوله حتى وان وجدت سلبيات فسيتم علاج السلبيات، لكن في غياب الدوله ستظهر سلبيات كثيره جدا، حتى وان لم يكن الانتقالي. نحن اذا كان مثلا الانتقالي، مثلا اذا اخذ فرصته الانتقالي والتمادي ولا وترك الحبل على الغارب، فمن حق مكوناتنا، اقولها بكل صراحه،
مكونات اخرى في الجنوب لن تترك الامر هذا الانتقالي، يعني انه يعبث بالبلد ويعبث بالجنوب وهم قاعدين يعني لماذا يعترضوا بس في الاعلام؟ يجب عليهم ان يكون لهم موقف من هذا الجانب. ان يكون لهم لا نريد ان ندخل في حرب اهليه في الجنوب ولا في اليمن بشكل عام، اكثر اللي في اليمنيين كافيهم، نريد من الحكومه الشرعيه مدعومه بتحالف عربي ما قصروا ووقفوا الى جانبهم بكل ما يمكن ان يقال، موقف دولي نفس الطريقة مدعومين هذه الحكومة الشرعية، لكن نريد نحن ننشط مؤسسات الحكومة الشرعية حتى تعرف ما هو الدور الذي يعني مناط لها أمام شعبها. طيب شيخ علي، الانتقالي بدلا من أن يذهب لمعالجة هذا الوضع، معذرة العالم، الانتقالي بدلا من أن يذهب لمعالجة هذا الوضع شيخ علي، بدلا أن يذهب الانتقالي لمعالجة هذا الوضع ويعني الذهاب نحو تنفيذ اتفاق الرياض أو يعني توحيد الصف لمكافحة الأوبئة، ذهب نحو التصعيد، وسمعنا خطاب عيدروس الزبيدي وهو يتوعد ويهدد، ما تعليقه؟ أنا تعليقي أنه من المعيب علينا كلنا سواء في الإعلام ولا غير الإعلام أو مسؤولين أو في أي مكان أن احنا نقول لماذا نعيب على الانتقالي لماذا ما يقوم بالمهام المحددة، ليست من مهامه أن يقوم بدور الدولة، هو مجرد ميليشيات تشتغل حسابها الخاص، وبالتالي لماذا أنا أقعد أنا حتى أني أنا أشرعنهم وأقول لهم لماذا لم يقوم الانتقالي بالعمل المناطبه، ليس عمل مناطبه هذا، وليس من عمله، هو عمله فيما يخصه هو أن يعمل ويعبث بالبلاد، هذا هو العمل. وما عمل الحكومة؟ وهم في هذا يجيدوها بشكل مباشر، يجيدوها بشكل صحيح، ونحن والحكومة الشرعية مع الأسف تتفرج فيهم. هذا الكلام اللي يجبنا نقوله، لماذا ننتقد الانتقالي على أساس أنه ما قام بالعمل؟ هذا ليس من عملهم، هذا العمل فيما يخص المواطن وخدمة المواطن أمام شعبه هي الحكومة الشرعية. لازم من الحكومة الشرعية أنه يا أمنا تستلم دورها بالدور الطبيعي، ولا تحاول مني أنا كمواطن أن أدور لها حل، هذا أكررها وأقولها بكل منطق. يعني بمعنى هل أنت مع الأعمال هل أنت مع العمل العسكري لاستعادة عدن الآن من أيدي الميليشيات؟ نعم. هل أنت مع الأعمال العسكرية الآن التي تقوم بها الدولة والحكومة لاستعادة عدن وطرد الميليشيات؟ أنا لا أسميها أعمال عسكرية بقدر ما أسميها تمرد، يعني من جانب، والقوات الأمن من حقها أنها يعني تطارد هذا التمرد وتخمد هذا التمرد، وكلها إن شاء الله وقت قصير جدا وسيتم القضاء على هذا التمرد. وأنا أناشد من خلالكم، وأنا أناشد يعني الأخوة أقولها بكل صراحة، هم أشقائنا وأخواننا في الانتقالي، أنا أناشدهم إذا كان عدل الجنوب والأهلنا في الجنوب احترام عندهم وتقدير لهم أن يعيوا ما يفعلوا، وإن يرجعوا إلى الصواب نحن نناشدهم إن يرجعوا إلى المرجعيات للاتفاقية التي تم التوقيع في الرياض، هذه لا تعيبهم ولا تعيب أي سواء هم أو الشرعية. نحن نطالب وأصدرنا في الائتلاف الوطني الجنوبي نداء لهم قبل تقريبا 48 ساعة أنه نناشدهم، وقبلها لكن قبل تفجير الموقف وملاحقة المتمردين ناشدناهم بترك العنف والرجوع إلى الاتفاقية التي تم توقيعها. لماذا أنهم يتهربوا من الاتفاقية وقعوها بأنفسهم؟ نعم. هل هذا يعني يعتبر مبرر أنهم يقوموا بالإخلال بالأمن وينقضوا على مؤسسات الدولة وكل يعني مستخلصات الدولة ويفتحوا حسابات بأسمائهم الشخصية؟ وهذه أمور وين تحصل في أي مكان؟ يعني أنا أقدر أقول لك نحن في الائتلاف الوطني تحركنا وكنا لنا اتصالات مع جهات راعي في السلام في اليمن مثل الدول التي حصل لنا في سفرائهم يعني اتصالات خلال تقريبا 20 ساعة الماضية أو 24 ساعة. كل الدول هذه حقيقة يعني استنكروا وقالوا نحن أصدرنا في هذه البيانات سواء على مستوى حساباتهم الشخصية في من خلال التواصل، ومواقفهم كانت واضحة في هذا الجانب واستفسروا واعطناهم الصورة التي احنا نفهمها في هذا الوضع، وكلهم انكروا وشجبوا كل ما تقوم به الميليشيات الانتقاليه في عدن. نعم شيخ علي، معذره شيخ علي عبد الباقي، الى رجوعهم الى اتفاقيه الرياض التي رعدتها وتعبت من اجلها الشقيقه. دعنا نتابع الشيخ علي عبد الباقي المسلماني، استطلاع الرأي أو استطلاع الميداني الذي أجراه الزميل أحمد مكيبر بن تعز عن سأل المواطنين ماذا بعد إعلان لجنة الطوارئ عدن مدينة موبوءة.
الحقيقة التي يجب أن تقال في هذا الأمر بأنه عدن رغم أهميتها ورغم أهميتها العامة في 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 إطار الجمهورية اليمنية وكونها عاصمة للجمهورية اليمنية عاصمة مؤقتة، إلا أنه للأسف الشديد الحكومة الشرعية أخفقت في الاهتمام فيها، وخاصة في البنى التحتية، فهي تتعرض للسيول في كثير من الأوقات، وفي نفس الوقت ساهم بذلك المجلس الانتقالي المشبوه. نطلب من الجهات المختصة والسلطات المحلية أن تكثيف الجهود في الدعم الصحي لمدينة عدن عشان لا يتحول هذا الوباء إلى وباء شامل ينتشر لبقية المحافظات الجمهورية، وكذلك نطلب أنه إغلاق أو التجديد في إجراءات الفحص في جميع المنافذ المؤدية لمحافظة تعز. مدينة عدن مدينة أصبحت مدينة موبوءة، يجب دعمها بجميع المستلزمات الصحية، والمحافظة على عدم الدخول والخروج إليها، تعتبر مدينة موبوءة. نرجو من السلطات المحلية غلق المنافذ وغلق الطرق التي تؤدي من محافظة تعز إلى محافظة عدن إلى محافظة تعز، وعلى أساس أن الوباء لا يأتي إلى محافظة تعز. إعلان أي محافظة أو أي عاصمة مدينة موبوءة هذه مشكلة حتكون لكثير من المحافظات المجاورة الأخرى. محافظة عدن فعلا ينتشر فيها كثير من الحميات، وخاصة حمى الضنك، الوست نيل فيروس، حمى غرب النيل، شيكونغونيا، الآن وباء كورونا. تعز على صلة مباشرة مع محافظة عدن، ستكون الكارثة الأخرى إذا لم نتدارك الوضع، ستكون الكارثة القادمة في محافظة تعز. نسأل الله أن يتم حصر هذا الوباء ومحاصرته والقضاء عليه. نعم شيخ علي عبد الباقي المسلماني، وتعليقا لما ذكر الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، الحكومة اليمنية أعلنت عدن مدينة موبوءة، هل انتهى دورها عند هذا الإعلان؟ أنا كنت بقول لك أنا يعني هل أسمي هذا هو دور الحكومة وبس أنها تعلن عن عدن منكوبة، ولا واحنا في المكونات السياسيه كلنا اعلنا ان هذا عدنها منطقه منكوبه، لكن ماذا بعد ذلك؟ يعني هل الهدف من اعلان عدن منكوبه كل شخص يقول نحن المعنيين باستلام المعونات الدوليه التي ممكن نحصل عليها ولا ايش؟ نحن نتكلم على انه الحكومه الشرعيه التي اعلنت ان عدن مدينه منكوبه اعلنت هذا من خلال التلفون، اطلعت من خلال التلفون هناك، هل في تواجد الحكومه في عدن؟ أنا أعرف هذا الكلام، مش السؤال الآن أتكلم عن أساس أنه أنا أقل من دور الحكومة، بقدر أتكلم عن عدم وجود حكومة في عدن. نحن يا جماعة الخير نتكلم، نريد الحكومة تكون في عدن، نريد حل هذه المشكلة التي مع الميليشيات، يا أنهم يرجعوا لمرجعية اتفاقية الرياض، يا أما أنه يتم اجتثاث هذه الميليشيات. نحن نخاطب، مش نخاطب الحكومة الشرعية، بقدر نحن نخاطب التحالف العربي أن يقف إلى حل المشكلة هذا اللي طلعت لنا أخرى في عدن. يعني لا يمكن نقضي على الانقلاب الحوثي الذي قامت دول وتحالف عربي وتأييد دولي في استعادة شرعية اليمن، لا يمكن القضاء على الحوثي واستعادة الدولة من يد الميليشيات الحوثية طالما في مشكلة ميليشيات وخلق ميليشيات أخرى في العاصمة الأخرى في عدن. نحن نتكلم ونطالب ونناشد كل الأخوة في التحالف العربي أن يقفوا ونيعوا ماذا يمر به اليمن من هذه المشكلة اللي حاصلة. يعني هذا ما يمكن أن أقوله. يعني نعم الشيخ علي عبد الباقي المسلماني نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، كنت معنا عبر السكايب، شكرا جزيلا لك وخواتم مباركة. عفوا العام وأنتم بخير، وأتمنى وأناشد في آخر يعني إذا كان لي من كلمة يعني أخيرة أني أتوجه إلى الشعب اليمني بشكل عام وأقول لهم أنه لا يمكن لنا كيمنيين أن نعيد دولة ولا يمكن لأمن واستقرار في اليمن ما لم نرجع إلى المرجعيات الحوار الوطني، ومن أهمها قيام دولة اتحادية مؤقلمة حتى نعيش ونتحافظ على حقوق الناس بشكل متساوي. غير هذا كل المشاريع الأخرى ما من شأنها إلا تطويل أمد الحرب، وسندخل في حروبات أهلية إلى ما لا نهاية. كل عام وأنتم بخير، أتمنى من الله العلي القدير أن يرفع الغمة عن شعبنا وعن كل المسلمين.
بشكل عام، وأن يرفع الغمة السياسية والغمة الطبيعية الكارثية. آمين آمين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى فقرتنا التالية ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.